فاميلي اليوم زينا صباغ استاذة ادب فرنسي، موضوعنا هو الادب الفرنسي بالتحديد، والادب بتصور كمان عامة يمكن بيتطبق عليه كمان يلي رح نحكيه اليوم، لانه بعمر معين ببلشوا التلاميذ ياخذوا ادب، يعني ما بتعود اللغة هي بس الاساس، بنبلش نفوت على اكثر تحليل وعمق اكبر لنشوف كيف ممكن انه يكونوا عم انترستد او يكونوا مهتمين فعلا بهالمادة. مع زينا بونجور. بونجور زينا صباغ استاذة ادب فرنسي، فاكيد يعني بتعانوا اوقات مع تلاميذ خاصة يلي بيعتبروا حالهم يمكن هن اسبري سيانتيفيك او هن يعني لاحقين على انه الادب او انه الليتراتور هي مجرد قراءة لاكثر ولا اقل، بالوقت اللي هالشيء مش صحيح ابدا، بس ليقدر تفوت الفكرة على راس التلميذ بتاخذ وقت. ايمتى بنبلش اصلا ناخذ بيور ليتراتور؟ ليتراتور بيور بنبلش ناخذها ابتداء بالمدارس، بنبلش ناخذها من السكوندير، يعني سكوند باك تيرمينال بياخذوا تلاميذ ليتيراتور، اما قبل فبيبلشوا يتمرنوا بياخذوا لونغ فرونسيز ان طون كو الفونكسيونمون تبع اللونغ، يعني من الابتدائي والتكميلي وحتى قبل ببلشوا يتعلموا الفرنسي الكلمه، بعدين تركيب الجمله، لحد ما يوصلوا باخر الكومبليمونتير يقدروا يفهموا نص بلوز او موان، يعني يكون مثلا دو 30 40 لين النص، بيفهموا النص سون كابابل كمان انه هن ينتجوا يكتبوا نص، ويقدروا حتى يعني دو سيكسبريمي اورالمون، بيقدروا كمان دونك يعبروا شفهيا. بس برضو باخر الكومبليمونتير ببلشوا يشوفوا نصوص ادبيه، بس ما بتتعالج طريقه المعالجه ما بتكون مثل بالسكوندير. هلا قلنا انه يعني في كثير من التلاميذ يمكن عندهم طلاقه باللغه الفرنسيه، بس ده ما يعني انه يكونوا يحبوا ليتراتور، لا 100% ما لها علاقه ابدا، او انه يكونوا قادرين يفهموا الصور بالليتراتور او المعنى والمغزى بالليتراتور. لانه الليتراتور هي يعني لما نحكي نص ادبي بده يكون عم نشتغل، عم نعمل مقاربه بين التيارات الادبيه اللي بنسميها نحن لي كورون ليتيرير، بين تاثير المجتمع، تاثير اوقات الاحداث التاريخيه، الاحداث السياسيه، يعني هدول كلهم بده يقدر يفوت فيهم، بده يقدر يفهمهم التلميذ، بده يقدر يحللهم، عدا عن انه كمان بده يقدر يشوف الابعاد الانسانيه بقلب النص، دونك بيقدر يكون بيحكي كثير منيح فرنسي وبيقدر يتعامل مع الناس بالفرنسي، بس مش معناتها انه رح يحب النصوص الادبيه او يقدر يشتغل. نحن عندنا مشكله صغيره انه يعني التوجه الادبي دائما بيكون توجه منفرد، انه ادبي وبس. لما بيكون في توجه علمي بيصير كانه اي شيء ادبي محطوط على جنب ومش هو المهم وما له اي اهميه، بالوقت اللي هيدا الشيء بيساهم بشخصيه التلميذ يلي رح يعني بالمجتمع مش رح يستعمل بس الماتيماتيك، رح يستعمل بالعكس كل هالعمق الانساني يلي عم نحكي عنه واللي موجود بالادب، وكل هالثقافه الموجوده حول النص الادبي يلي ما رح يلاقيها بس ببروبلم الماتيماتيك 100%. وهيدا اللي بنجرب نحن نفهمه للتلاميذ، لانه دائما الافكار المسبقه عند التلاميذ بس يوصلوا على السكوندير، انه خاصه بالفيليير سيانتيفيك، انه نحن سيانتيفيك، او حتى كمان في منهم بيفكروا انه نحن على كل بدنا نكمل انجلي، بدنا نعمل دراستنا الجامعيه بالانجليزي، دونك شو بدنا بالادب؟ ما خص ابدا، لانه الادب انا بقول لهم هيدا نمط حياه، يعني الادب هو اللي بفتح عنا القدره او الفكر النقدي، بصير فينا نقدر ما ناخذ غراتويتمون، حيلا ديسكور بوليتيك عم نسمعه، او اذا شفنا اعلان بنقدر نقول اذا اوني داكور اوني با داكور، بفتح عنا حتى القدره على النقاش، على الاقناع اذا بدنا نقنع غيرنا، ونحن هيدا الشيء بنعمله بقلب الصف، يعني نحن بقلب الصف مش بس ناخذ تكستات وبنقريهم وبنجرب نحللهم، بنناقش اوقات، بننوع حتى نحن كاساتذه، يعني بننوع لهم الميثود اللي بنستعملها، بناخذ تابلو ارتستيك بنجرب نحلله، دونك هيدا الادب بخليهم ينفتحوا على العالم وبخليهم اكثر يصير عندهم نظره نقديه بدون ما تكون نيسيسيرمون نيجاتيف، بس بيقدروا ما ياخذوا كل شيء غراتويتمون، بصير عندهم ان اسبري كريتيك منفتح، حتى لو كانوا بدهم يعملوا بزنس، لو شو ما كان بده يكون الكارير تبعهم بعدين، بتخلي عندهم شيء انفتاح فكري.
مشاعتك شوي على الميكرو زينة. ضروري انه يكون لكن الولد لو كان هون عم نحكي انه اللغة شيء والادب شيء ثاني، بس ضروري يكون متمكن لغويا ليقدر يعني يكون مشان هيك أدبياً. المرحلة اللي قبل الثانوي قبل السكوندير كثير مهمة، وانا بشدد وبطلب يعني من الاهل دائما انه ينتبهوا للاولاد وينتبهوا لاولادهم ويتابعون باللغة، ما يكون دائما التركيز بس على الاشياء الساينتيفيك، لان عندنا هون للاسف شوي بلبنان الفكره انه ساينتيفيك اهم شيء، اهم شيء ينجح بالمات وينجح بالفيزيك وبالشيمياء، اكيد كثير مهم ينجح بها، بس اللغه كثير مهمه ان كان عربي او فرنساوي، لانه هيدا كله رح يعوزه لبعدين يعني بالكارير تبعه او بالشغل وين ما كان. دونك مهم انه يتمكن من اللغه بالبريمير وبالكومبليمونتير، وبتبلش من البريمير انه يبلشوا ينتبهوا له اذا عم حاسينه عم بيقشط منه ماشي حاله، دغري ياخذوا التدابير اللازمه تيقدر عن جد يتمكن من اللغه، لانه هيدي بحاجه لها بعدين. هلا يتمكن من اللغه يعني طبعا عم ينشغل عليها، بس هلا عم ينشغل لانه يحب اللغه، يحب هالمفردات يلي بعدين رح يقدر يستعملها او يقدر يشوفها ويقدر يفهمها ويحطها بالكونتكست يلي هي يعني. هو المفروض هيك يعني، هلا مثلا نحن مثل عنا بالمدرسه وبحيلا مدرسه عم يعملوا كل جهدهم الاساتذه خاصه اساتذه اللغه انه يحببوه فيها، لانه بده يفهم هو انه هيدي رح يعوزها ان كان ان كان التقى بعالم من غير جنسيته، يعني حتى مثلا انا بالفرنسي مش بس الاشخاص يلي من جنسيه فرنسويه بيحكوا فرنساوي، ببلجيكا بيحكوا فرنساوي، بسويسرا، بافريقيا، دونك هيدي دون بار دوتر بار بشغله بيعوزها هلا او انجليزي او عربي، يعني دائما اللغه فيها تكون عائق، حتى العربي بيقدر يكون اوقات عائق لانه نحن بنحكي اللبناني واللغه الفصحى هي شغله مختلفه كليا، وهون بننتقل مش بس للغه للادب يلي كمان ممكن يكون جامع بين الشعوب بين الحضارات معينه ونكون نحن غريبين عنه يعني 100%. هو الادب بفتحنا على الحضارات الباقيه وبخلينا كمان نعرف، لانه هن الموفمون يلي قطعوا الموفمون يلي بيصيروا خلال العصور هن مثل رده فعل على اللي عم يصير تاريخيا وفنيا بهيدا العصر، مشان هيك هالموفمونات ها وهن بفتحونا وبيفسروا لنا ليش تحول الانسان وكيف كانت الايفولوشن تبع الانسان. وعلى كل الادب كم يعني حتى الادب بيساعدهم انه هن يتعرفوا على حالهم. اليوم كتب الجوب انترفيوز مش بس بيطلبوا منهم انه يكون عندهم شهاده، بيسالون اوقات ليش انا بدي اخذك لك، ما بدي اخذ حدا غيرك عنده ذات الشهاده، وهذا الشيء بيساعده انه يتعرف على حاله اكثر. لانه تكوين الشخصيه ما بيكون ولا بالفيزيكس ولا بالماثماتيك، يعني ما بيكون ماثيماتيك او فيزيك، بيكون تكوين الشخصيه بهالثقافه المعينه، بتعرف على الانسان من خلال الادب، خلال تعرف على حالك كمان من خلال لانه اوقات لما نكون عم نشتغل نص في ايدنتيفيكاسيون اوقات للبيرسوناج الموجود، او مش ضروري يعني بس نص ان رومان، نص ناراتيف ممكن يكون بويزي، حتى كمان بالبويزي بنقدر نعمل ايدنتيفيكاسيون لمشاعرنا، بنقدر نشوف كيف معالجه هيدا الشيء، وهذا بخلينا نرجع شوي لحالنا لداخلنا، وهذا الشيء اللي بنعمله نحن بالصف. هلا حتى بالصفوف الصغيره كنت عم تقولي لي انه اذا عم نجرب نحببهم، ايه بنحببهم، بنجرب قد ما فينا نحن نعمل نقدر عليه، يعني اون فاري لي ميثود، اوقات بنستعمل باوربوينت، اوقات بنستعمل اشياء بنحكي اورالمون، بنعمل دي ديبا بين التلاميذ، اوقات بيشتغلوا بار جروب دو دو، اوقات بيشتغلوا بليزيور جروب، دونك بنشتغل على مثل ما قلت لك دي تابلو، دونك طيب متهمين اوقات انه النصوص الادبيه هي نصوص برات زمننا يعني مش عصريه ابدا، مشان هيك هالولد يمكن على القليله بالبدايه ما رح يكون حابب انه يفوت فيها. مزبوط. هلا هن بيشوفوا هيدا الشيء لانه بالنسبه بيطلعوا اكثر على الدات، انه هيدا من ال 17 سيكل من 18 سيكل نحن شو خصنا فيه، بس انا بلاقي انه كل المواضيع يلي بيتناولها الادب هي موضوع مواضيع الانسانيه، يعني بتضلها عم بتكمل على كل العصور. صحيح ما رح نحكي عن الواتساب بقلب الادب
وبرضه الادب هو بحد ذاته والواتساب فيه كمان كلكو بار هالتواصل. لتعليم اللغه بلشنا نفوت بمواضيع تكون هالقد بتهمهم، طيب تعلموا اللغه مزبوط. بس الادب ما رح نرجعه يعني، بس الادب يعني لما يكون عم يحكي عن الموت، عم يحكي عن نضال الانسان، عم يحكي عن الحب، والحب هيدا اكثر شيء بهمهم كادوليسون هن، دونك هدول كلهم نحن عم نتناولهم، وهدول كلهم بهموا الانسان يعني بفكر فيهم دائما الانسان وبيرجع بيعيد النظر فيهم، دونك مشان هيك ما فينا نقول انه المواضيع يلي بيتناولها الادب بعيده، لانه هي يعني سيسكي انت لومانيتي. نحن لما نحكي عن الموت مثلا، هلا عم نشتغل اكثر بهذا الموضوع بالصف لانه عم نشتغل الموفمون ابسورد العبثيه، بس نحكي عن الموت ما فينا ما في ما احكي مع تلاميذي شوف شو نظرتهم لهيدا الشيء، وتفاجأت انه بعمرهم مثلا عم بيفكروا هن مفكرين فيه للموضوع. مش من زمان اصلا شفت ريبورتاج عن هيدا الموضوع انه الانسان بخاف من الموت وهيدا شيء طبيعي، وبرضه بهذا الريبورتاج عم بيقولوا انه خلق يمكن الانسان يلي رح يعيش طويل مطولا يعني 1000 سنه 1000 مش 100 بقى ان شاء الله. لا يعني حقيقة. انه جسم ولا هيدا هو يعني اوقات يعني بهيدا الموفمون الابسورد عم يفرجونا قديش الانسان بخاف من الموت، بس بذات الوقت ما بده كمان يعيش ويطول. طيب دونك هيدا هو النقاش اللي معقول يدور مثلا بقلب الصف، لانه سالوا ديجان انه بتحبوا انتم تعيشوا 1000 سنه، وقالوا لا ديجان مثلهم هن دونك مثل تلاميذنا يعني. سو كيفي انه كل المواضيع يلي بنتناولها بالادب الا ما ترجع تبين بحياتنا اليوميه، حتى ما في يقول بس بالعصر هو ككل. زينب بكل حديثك عم حس انه مفروض الولد ما يكون متلقي بقى يعني بدأ. يعني مش هيك كانت تصير الاشياء قبل، في هالنص الادبي اللي هو مطلق ولازم نشوفه مثل ما هو، وراي الكاتب هو المهم، كيف عم يفكر هو المهم، نحن مسؤوليتنا نفهمه مزبوط. مش اكثر. ايه لا هلا بطلت هيك اكيد، هلا بنجرب نشوف هن التلاميذ اول شيء كيف تفاعلهم مع النص، حتى لدرجه انه بنوصل انه اذا حسينا ما في هالتفاعل يعني خلص في بلوكاج وبتصير اوني هيومان منغير، اوني بخي نحن انه نغير ودادابتي هالتكستات عليهم هن يعني نلاقي تكست انتريسون. اصلا نحن بنعمل كل جهدنا انه نلاقي دي زوفر دي تكست يكونوا بهمون لو كانوا من عصر او من قرن قبل يعني 17 سيكل 18 سيكل، لانه هدول انكونتورنابل نحن ما بنقدر نتخطاهم، بدنا نشتغل فيهم، بس بنجرب وبنجرب ناخذ الابروش يلي بتفيدهم لهم يلي هي بتهمهم يلي بتهمهم بحضرهم. دونك اكيد التلميذ هو اول شيء هو اللي بده يطلع، يعني نحن بنجرب نسال الاسئله لنقدر نوصله للمساج اللي بدنا اياه او لنقدر نوصله للفكره اللي بدنا اياها. بس اوقات كمان الاستاذ بيكون عنده افكاره الخاصه ونظرته الخاصه لهالناس وبيحاول يسقطها على التلميذ كمان اللي... هيدا شغله يعني لا هي بده يجرب يتفاداها الاستاذ، لانه المفروض يعني هلا بعدين ممكن يعطيهم رايه، بس خاصة لما نكون عم نشتغل بالأدب ممكن يعطيهم رأيه بالموضوع، بس المفروض يجرب انه يخليهم هن يطلعوا اول شيء، وهذا بده يتمرن عليه يعني انه ما يحكي اللي هو بده يقوله. بس اكيد من هنا نحن عم نشتغل نص ادبي، مش كل شيء مسموح، مش كل شيء في ينقال دون تو لي سانس، يعني بالنهايه في احترام للنص، بدنا نضلنا ضمن حدود النص، يعني بدنا نشوف نحن عم نشوف ابعاده الانسانيه مثل ما قلت قبل، عم نشوف عم نعمل مقاربه بين التيارات الادبيه تبعه لي كوران ليتيرير، عم نشوف كمان شو تاثر الكاتب بمجتمعه بوقتها، دونك هدول ما فينا نظهر منهم، وان كاناليز الاسبري تبع التلميذ دون سو سانس لا، انه يقدر يفكر بهالطريقه ويطلع هو ان فونكسيون هدول الفاكتورات يقدر يطلع شو يطلع من النص، وبعدين بنرجع بننظم البلان تبع النص. اذا شخصيه استاذ الادب كمان مهمه. اكيد اصلا استاذ الادب مفروض يكون شوي متاثر بالادب تبعه وبالكلتور اللونج اللي عم يعني، مش عم بقول يعني معناتها ينكر اصله او ينكر الايدنتيتي تبعه، بس المفروض يكون متاثر فيهم لان هذا الشيء بياثر بالتلميذ. كيف بتصير فورماسيون لاساتذه الادب؟ بس اساتذه العلوم واضح الفورماسيون تبعيتهم مثل ما تتقدم الاشياء او طرق جديده لايصال المعلومات او الى اخره، بس بالادب الشخصي الشغله كثير سبجكتيف.
100%. مشان هيك اول شيء اهم شيء انه هو يكون حابب يعمل هذا الشيء، يعني من الاساس لما قرر يعمل استاذ ادب او يتعلم الادب المفروض يكون بارشوا مش مجبور او ظروف. وهالشيء بحسه التلميذ وبيتفاعل معه حتى لو ما عرفه، بس بحسه هلا صاروا يعرفوا على كل حال، بحللوا الشخصيات. اي مزبوط. دونك بده يكون هو ديجا عملها بارشوا، والفورماسيون بالجامعه ديجا بناخذ كمان يعني بنتعلم العصور وبنتعلم التيارات وبيعطونا دي كور دو بسيكاناليز دو بسيكولوجي هيدي بالجامعه ودو ديداكتيك، يعني كيف بينعطى الكور. بس بعدين هو الاستاذ بده يشتغل على حاله، يعني هو بده يضلوا متابع مثل بالاشياء السينتيفيك، كمان بالاشياء الليتيرير بده يضلوا متابع كل الاشياء اللي عم تطلع جديده بالادب، بده يضلوا متابع حتى ميم دي ريبورتاج، بده يتابع الاكتواليتي لانه بده يجرب يعمل مقاربه بين الاكتواليتي وبين الاشياء القديمه. مثل ما كنت عم اقول لك، يعني هذا الريبورتاج اللي شفته مش من زمان على تي في 5 مود، ومهم لانه هذا رح احكي فيه انا مع تلاميذي بما انه عم نحكي عن ذات الموضوع. دونك هيدا شغله كثير مهمه اكيد، لانه هيدا الشيء بفتح بده يضل في يعني عندنا افاق مفتحه لنقدر نشتغل هلا. كمان تلميذ الادب لازم يعرف انه الشغله منا هينه، يعني ما رح توصل له، بده يشتغلها لحتى يقدر يوصل لنتيجه ترضيه هو شخصيا. انك عم تحكي قبل شوي عن المقارنه بين الادباء او مقارنه بين التيارات، او هيدا مقارنه منا هينه ابدا، انه اصعب من بروبلم الماتيماتيك. مزبوط، لانه واحد وواحد بيساوي اثنين. مزبوط، بينما ما في شيء هالقد حسي بالادب، في اكثر اشياء سوبجكتيف. واول سنه بالسكوندير بيلاقوها كثير صعبه التلاميذ، مع انه بيكونوا محضرين يعني بالمدارس الاومولوجي واللي عم بيحضروا للباك فرونسي، ما بيفوتوا هيك فجاه على السكوندير ببلشوا بالكوران ليتيرير، بيكونوا محضرين من الكومبليمنتير. اصلا بالكومبليمنتير بيشتغلوا دي تكست ليتيرير، بس مش بعم السكوندير ولا بذات المعالجه. سو كيف انه اكيد التلميذ اول سنه بيلاقيها شوي صعبه، ما بيقدر ابدا يقلع مزبوط، وفي منهم بلا بيقلعوا وبيمشي حالهم، يعني فيهم بيتاخروا شوي ليعرفوا انه بحبوا هالماده 100%. بالبروميير بتصير اكثر، بتصير عندنا غير مسؤوليات، بنصير مستعجلين، منيح نبلش بعدين بصير في ماتوريتي اكثر، بيكونوا كمان هالانفورماسيون خلال الصيف شوي ناموا براسهم ورجعوا يعني مثل تبخوروا شوي براسهم، بيرجع بيمشي الحال بالبروميير. واكيد مثل ما كنت عم بتقولي الاستاذ كثير مهم الاتيتيود تبعه، يعني بده يكون في حدود معينه اكيد وفي فيرمتي، بس بده يكون قريب منهم، يعني بده يقدر هو يتفاعل معهم، ما بده يخاف انه يكون عفوي معهم، ما بده يخاف انه اوقات حتى يشارك معهم بعض الاكسبيريونس يلي بيفيدوا للنص بحد ذاته. نتامل سنه ناجحه للجميع على جميع الاصعده. شكرا اليوم لمعلوماتك زينه. رح ننتقل لعند ستيفاني. بونجور. بونجور كاتيا، كيفك مع الليتراتور؟ اشتقت لك. انا كمان، انا كنت كثير منيحه بالفرنساوي، سو كنت منيحه بالليتراتور. بتعرفي اللي بيحب لانه اللي بيعرف يستمتع بالليتراتور يعني والادب يعني بكل اللغات يعني ما بيزهق. صح، ما عنده وقت يزهق. بس لازم يقروا هالتلاميذ، لازم كثير يقروا. نحن كنا كثير نقرا بوقتنا، يعني ما بعرف يمكن ما كان عندنا كل هلا بيعملوا كثير اشياء ثانيه وزهقانين. صح، زهقانين وما بيقروا، راسهم مش عم يشتغل. شو عندك اليوم؟ اليوم عندنا ناتالي ياغي بعد شوي بدها تحكي عن العناصر الغذائيه يلي بيحتاجها الولد قبل الشتاء، وكمان اليوم عندنا شيف إلي عقيقي بده يحضر لنا كونتشيلي مع بامبكين وتشيكن روزماري جرين صوص. شتينا دغري على دغري. بعد شوي بدنا نعمل سوب كمان. مايك ويلدن. يلا.